ما راح ينحني. تعال يا الله الله سحاب الله الله منا يا حكاية حب يا سنين شمنا بحناي رب العالمين.
ليش ما عم تفهم علي انت؟ ليش ما عم تفهم علي؟ قبل ما تشتري اغراض الورشه اتفق انت وياه على تقسيم الربح بيناتكم. اخي اطمن، شهيره خانم مستحيل تاكل حقي. لك شو نسيان انه هي اخته لابو عامر الله يرحمه. لك اخي والنعم والنعم، بس ما بيحسب ما بيسلام. لا تاكلهم. وينك؟ انا رح انزل شوف قديش حق الماكينات بسوق وارجع لعند منك. عاوز شيء؟ اخي بدربك، شوف لنا شي كم قماشة حلوين. القمايش اللي عندنا ما عم تعجبهم للنسوان. ايه يلي بيسمعك بيقول من كتر البيعه والشروه. والله حبيبي مو المشكله بالقمايش، المشكله في اللي عم يبيعهم للقمايش. ايه الله يحميك، ما خلت لنا زبونه ترجع لعند منك من ورا لسانك. والله ايه الله كريم اخي متعلم. روح يلا روح. يلا سلام. شو لك جميل؟ ليه مطيع؟ صبري يا صبري. خير اخي شو في؟ شو قصة صاحبك؟ مين صاحبي؟ ولو صاحبك مطيع. شو بقى مطيع ليش؟ شو في؟ صاير ما عم يجي على المحل، وإذا إجا بيجي خطيفة وبيحمل حاله وبيمشي. ونحن شو دخلنا يعمل بده إياه؟ جارنا. مو بيقولوا إذا جارك بخير أنت بخير؟ بلى. إن شاء الله يكون مشغول بشي قصة منيحة. إن شاء الله عسى هيك. انت موافقة تتجوزي صياح يا بنتي؟ قولي ايه، قولي ايه. ما سمعت جوابك. موافقة تتجوزي صياح؟ موافقة شيخي، موافقة. على بركة الله. تفضل شيخي تفضل. شرف. الحمد لله رب العالمين. سمعونا الفاتحة. الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أبو حمد. مبروك إن شاء الله يا أبو حمد. الله يبارك فيك. مبروك يا أبو حمد يا صياح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. عبالك أسعار؟ الله بخير. عبالك أنت يا عمي؟ على رأسي. الله يبارك فيك بشير افندي. يقولها هات ولا شو؟ والله اهلا وسهلا يا اخي. والله عم يقدموا لك عتمه اسعد. يلا 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 شرف شرف. بس بشير اهلا وسهلا شرف عمي. اعطيك باشي اعطيك باشي. عبال عن الجميع ان شاء الله. شرف يسلم. بسم الله. لا ماني ندمان بالعكس، يا ريتني ما جوزتها بالاصل. ايش؟ كل هاد مستقلة من نسوان يا جميل؟ اي والله مستقلة. مو بس هيك، ماني قدران اسمع بسيرة مرا. لك يا زلمة انت شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ كل هاد من شام كم كلمة كذب سمعته عن الزلمة؟ لا مو كذب، اوعك. كل شيء قال صح. هاد مو جميل اللي انا بعرفه. ودخلا كيف بتعرفني؟ بعرفك أصلي وما بتعطي على صاحبك. أنا هيك؟ ولي ما عجب ولا يقرب علي. ايه ما بدك. شوفي اختي يا محمدي، نحن مستعجلين كثير وبدنا العرس يصير بسرعه. ايمتى ما بتحبوا نحن جاهزين يا ام صافي.
خلص اتكلنا على الله، معناتها الخميس الجاي العرس. الخميس الجاي؟ رح ناخدها بتيابها وبس تصير عنا منفصلها على كيفها وشو بدها. إذا أنتوا هيك حابين نحن ما عنا مانع، والله يقدم يلي فيه الخير. الله يتمم على خير. آمين يا رب العالمين. الله يجعله ستر إلها ويجعلها آية الرزق إله. آمين إن شاء الله يا رب. قومي يا مو، قومي ضيفي بيت حماكي يلا. حاضر. إن شاء الله بعتك لي يا رب. الله يبارك بعمرك. الله يحفظك. يسلم حبيبة قلبي. تفضلي ستي. مبروك مصافي. الله يبارك بعمرك يا رب يا ام سعيد. مبروك محمدي. ان شاء الله الف مبروك. مبروك اختي. ما صار الا وعملها الواطي. لا ولسه ما طلقها لاختي. حسابه جاي، حسابه جاي يا ابي. اخ لو كنت بعرفه هيك اخ. نحن الكل غلطنا لما اعطينا اختك. وهلأ ما صار شي يا بي، صياح لازم يطلع عفاف اليوم قبل بكرة. لك ابني إن أكره الحلال عند الله الطلاق. بوس إيدك يا بي، خلصنا منه اليوم قبل بكرة. راح نخلص منه، بس تركني أتصرف لحالي، ما تحطني ملطشي قدام الناس. بس يا بي يرضى عليك يا عزو، تركني أتصرف لحالي، تركني. اشتقت لأختك. مروق لعندها بكرة، خليها تجي لعندي. بكي بتقعد عندي طول النهار. أمرك يا أمو أمرك. ما بعرف ليش قلبي مو مطمن عليها. دالي مرتاحة من ناحية جوازتها ولا من ناحية بيت حماها. لا تشغلي بالك يا أمو، لا تشغلي بالك. أختي منيحة ووضعها منيح. إن شاء الله يكون كلامك مزبوط. لا أمي لا مزبوط. مثل ما عم قلك. خير. كرمي إيدي مسكي. سلم ايديك تقوم. طيبين ولا انا؟ يا اختي يا حبيبتي، انا ما بقدر احكي لجوزك، ما بقدر. ليش ما بتقدر اخي؟ ليه؟ فتحي الله يرضى عليك افهمي علي. العمله اللي عاملها جوزك ما بيعملوها الرجال، واذا انا حكيته مشانك رح يعتبرها تكسير راس ويزلني بين العالم. لا بعيد الشر، انا ما بريد حدا يزلك ابدا. بقى الله يوفقك. اصبري شوي لبين ما يجي الوقت المناسب لحتى نحاسبه. ايه يا مو، الا ما يوقع. رح يوقع يا مو، رح يوقع. مو بس هيك، لازم كل الناس يعرفوا انه طلقها. لا تقبرني، خليها مستوره على القصه. يا امي، اذا ما عرفوا انه طلقها، كيف بدنا نحاسبه؟ كيف بدنا نجيب لها نفقتها ونفقه الولد؟ خلص تقبرني، مين اللي بريحك؟ ان شاء الله خير يا مو، ان شاء الله خير. ايدك يا موسى. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. صباح الخير. وانت بخير يا طولي بالك تقبريني، طولي بالك. كل شيء بالرواق بيصير. يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تصبح على خير يا أمي. وأنت بخير تقبريني. الله يهدي بالك يا رب.
شو يلي عملتي ريحاني؟ اليوم انكتب كتابي على سياح. عرفت، عرفت انكتب كتابك. والله ما قدرت اقول لا، ما قدرت اقول لا. كنت اعملي اي شيء، قولي ما بدك، بس ريحاني مشان الله لا تتجوزي حدا غيري. ما خليت شيء وما عملته، بكيت وقلت لا، بس ابي هددني انه يقتلني. غلط، غلط اللي عملتي ريحاني، والله العظيم غلط. من شان الله، من شان الله، ما لي غيرك من بعد الله. ساعدني يا حامد، ساعدني. شلون؟ شلون بدي ساعدك؟ لا تفهميني. خدني معك وخلينا نهرب سوا. لك ما راح نستفيد شيء. إذا هربتي معي ما راح نستفيد شيء. ما خلص انكتب كتابك على الزلمة ومش حال. يعني شو حامد؟ راح تتخلى عني؟ أنا ما بيطلع بإيدي ساعتك. أنتي لازم تدبري حالك. حاولي تطلعي منه قبل ما يلمسك حتى. شلون؟ شلون؟ ما بعرف. ما بعرف دبري حالك لحالي. عم بسألك وين كنتي وليش عم تبكي؟ ما دخلك، نامي، مو ناقصني ولا كلمة. ما دخلني؟ ايه ماشي. ماجدة، مشان الله تركيني بهمي، يلي فيني مكفيني. ايه مثل ما بدك، رح اتركك بهمك وما رح قلك تصبحي على خير. وين كنت؟ كنت أسنت نزل الفرد بدل ما تطلع فشكة بالغلط روحني فيها. بدي فضي براسك إذا ما بتقلي وين عم تروح وين عم تغلط وشو عم تعمل من ورائي. رح أقول لك بس نزل الفرد. عود عود. خلينا ندخن سيجارة على رواق مشان دخي. ايدك وانشو الله. الحمد لله، الحمد لله اللي الله اكرمني بهي الشغله. بتعرف
انا ما عاد لي قدره على هديك الشغله يا ابو حكمي. معك حق، معك حق. منون الله يعينك الهي ويساعدك يا رب، ومتى ما هديت الامور بالحاره راح تشوف كرم ما بعده كرم. انو كرم يا ابو حكمي؟ ما الناس ما ملاقيه تاكل. معك حق وعم تقول الحقيقه انت، لانه الحاره كلها مشاكل، بس متى ما هديت المشاكل راح تشوف كرم عم ينبع نبع وينقي الطنقيط شرب شاي. يا رب يا رب يا رب الله يرزقنا. يا سلام، طيبين شاياتك. صحتين وهنا. اخص عليك يا حامد اخص، بدك تسرق بيت ابو حاتم لحالك؟ سامحني قداس، سامحك؟ لك شلون بدي سامحك وانا شايفك عم تغدر فيني؟ عينك كنت عينك. طمعت، طمعت، قلت لحالي بسرق قرشين وبروق حالي فيهم. لك انت مثل حكايه القطاط، اكال نكار، يعيب الشوم عليك بس، يعيب الشوم. قداس وحياة راسك مع التنقات، وحياة راسك. لا جرب وعيدها، بحياة رحمة اهلك تعيدها. إلا شيل راسك عن بدنك. خلاص قداس، إن لك ما رح تنعاد، ولازم نفكر هيك بشي طريقة نفوت على بيت أبو حاتم وناخذ له دهباته. مسيك، روق، روق راسك. اتركني مخمخ فيها. اللقمة مع بعضيه عمو نابت يا فول. الله يبارك له على الفولات. شو هالفولات؟ ارتاح يا حليب يا رزاق يا كريم. مرحبا بمرعي. اهلين ابو حكمي. لك شو بنا؟ شو اللي خلاك تشتغل بياح بقول مدمس على هالهال؟ على باين مهرتك يا اللي مثلك. شو دخلك انت يا بي؟ شو دخلني؟ بعد ما كنت زنقيد وعندك مالكانات ودكاكين ومصاري تصير بياع فول مدمس على هالعربايه؟ ايوه. وانت شو رايك بقى ليش انا عم بيع فول؟ عم تبيع فول لانك يعني مشان ما تقعد بالقهر مشان تضل عم تشتغل. يا عيني عليك يا ابو حكمي على هالجواب اللي طالع من احف نص راسك. كثر خيرك، لكن انا بعجبك من احف نص راسك خاطرك. يمنعني الجاني فوالي يا فول قبل أنا. شي بينفخ القلب يا فول. حكيتك بفهم منك بدك تصالحها من دون محاكم مظهر بي. هذا الموضوع بيخصني إلي لحالي وما بحب حدا يتدخل فيه، فياريت تساوي اللي طلبته منك. تكرم مظهر بيك، أنا رح وقف لك طلب جيب مرتك لبيت الطاعة فورا. شكرا. ياريت تخليني أشوفك كل فترة وفترة مظهر بيك. ليش خير شوفي؟ مو مشان شي، حابب اطمن عليك اذا في حدا عم يضايقك بالحارة لحتى قوم بواجبه ولترضى مظهر بيك. لا انا ما حدا بيسترجي يضايقني، وان شاء الله ان شاء الله ما بحتاجك. وانا بالخدمة دايما مظهر بيك. يعطيك العافية. الله يعافيك مظهر بيك، مع السلامة. سميح، يا سميح. الله يسعدهم ويوفقهم يا رب. مو هيك الهيئة يا خانم. ليش؟ شنو ريحانة؟ ما كانت رح تقول للشيخ انه موافقة إلا بعد ما هددتها أمها انه أبوها رح يقتلها. يو، ليش هيك عم تعمل يا خانم؟ والله ما بعرف، بس لازم تعرفي شبهها يا خانم. أحسن ما تتعذب هي وتعذبه لصياح، وآخر شي ترجع مطلقة على بيت أهلها. هلأ ما رح نحكي شي ليقرب يوم عرسها ونشوف شو رح يصير. بس يوم عرسها قريب يا خانو. وليش قريب؟ هيك بدي أمصافي. إجا لعندي سميح وقال لي إنه مظهر بيك وقف التبليغ يلي مقدمه للعدلية مشان يرجع أختك لعنده. أكيد وقف التبليغ. هيك قال لي، وأنا عم أخدرك حتى تخدر أختك. خير إن شاء الله أختك خير. بدك شيء؟ سلامتك عفوي، سلامتك. مو استلمت قضية للحرمة وبلشت شغل فيها؟ والله فرحتيني يا بنتي. أما شو قضية؟ الله يعين هالحرمة يامو.
ليش شو قصتها؟ مظلومة، مظلومة كتير مع جوزها وبدها تتطلق منه وهو مو راضيان يطلقها لحتى تتنازل له عن المتأخر تبعه. يبعت له الهالكة. قديش متأخرة؟ 5 ذهبات. امو حرزانين؟ بعرف، ما هي هون المشكلة. جوزة كتير بخيل وما بده يدفع عليها وكل الوقت نازل على صفقه وضرب فيها، ويا مين تراها راح على بيت أهله وحردانة. الله يهد هيك رجال يا حق. يا رب يا رب اربح لها الدعوة. بدي خليها تطلق منه وبدي خليه يدفع لها متأخرة. إن شاء الله تقبليني. إن شاء الله. قومي الحقيني على المطبخ مشان نجهز الأكل ونتغدى. أي يلا يا عم، رح حط أغراضي وإلحقك. إيه يلا تقبليني يلا. يا وردي وردي أهلين أخي. صار مثل ما بدنا، مظهر وقف التبليغ. عن جد عم تحكي أخي؟ يعني ما عاد في رجعني على بيت الطاعة مثل ما بده؟ لا أختي لا، وأنا عم أقول تطلب الطلاق وتخلصي منه. ماشي؟ يا مو يا مو. وليش ما قلتي لي إنك اتطلقتي يا فتحية؟ ليش؟ لك ما بدي حدا يدرى أم سعيد. شبك؟ وليش ما بدك حدا يدرى؟ أختي ما بدي حدا يتمسخر علينا ولا حدا يقتنا. قلت لحالي بركي رجع جوزة على هسي، هيك ما حدا بيدرى الطلاقة. غلط، أنت غلطتي يا أم صافي إنك ما قلتي لي. لازم كل الناس تعرف إنه اتطلقت لحتى يعرفوا شو عمل هالقليل الأصل ببنتك. بس أنا ما بدي جوزي يتبهدل أم سعيد. ما هو من يوم يومه مبهدل وما بيحترم حدا. معلش، بس بضل جوزي وأبو ابني. لا، هلأ هو مانو جوزك يا فتحية. فتحي لي مخك مزبوط، أنت هلأ غريبة عنه لحتى يجي ويردك لعصمته. معناتها أم سعيد الله يرضى عليك بتلفي بيوت الحارة كلها وبتقولي له أنه اتطلقت. أمو على عيني وراسي، 100 طلب مثل هالطلب. هلأ بس خلص قهوتي من هون رح لفلك عبيوت الحارة بيت بيت وأحكي لهم أنه بنتك اتطلقت. كفو يا أم سعيد كفو، أنت قدة وقدود، بس الله يطعمك تحطي الحق علينا. لا 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 يا أم صافي، كل الحق على القليل الأصل يلي ما قدر الجوهرة اللي عنده. الله يصلح الحال أحسن شيء. آمين يا رب العالمين. ساعدني خلينا نروح نجيب هالماكينة من السوق بقى. لك أخي ما يقدر أحمل حالي لأحمل معك ماكينة. لك أخي والله أنا كمان ما فيني أحملها لحالي. مطيع، شوف أسعد شوف عتمة ساعدوك فيها خاطرك. يلا معك مثل ما بدك. عتمة؟ وينك يا عتمة؟ صبري لا تتدخل انت معك. عتمة؟ بالعالم انت شبك؟ مرحبا مطيع. أهلا جميل شلونك؟ بخير مطيع. شو في؟ وينك؟ بدي روح جيب شغلة وبدي إياك تساعدني، بتروح معي؟ إيه على عيني وراسي. فكي بس لخبر سيارة. يلا وانا كمان رح روح شوف اسعد بركي بساعدنا كمان. يلا شو بدك كمان اساعدوك يا مطيع؟ خلص خلص جميل بعدين بحكي لك بعدين. عجبك هيك؟ عجبك هيك تفضحنا بين العالم انت؟ انت بالذات ما دخلك. انا بعرف شو مساوي. يا جميل يا اخي ما بيصير قد ما كان. خلص ما بدي اسمعك. يلا 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 عتمة دير بالك. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. شو مطيع شايفتك جايب ماكينة واحدة؟ يو ماكينة واحدة ما بتكفينا وهيك رح تنزعلنا كل الشغل لك اخي. والله يا اختي انا كنت حاط بالي بجيب التنتين، بس يعني على حظنا الثانية انباعت. شو بدنا نعمل؟ وشلون ببيعها وانت متفق معه لك اخي؟ مزبوط. شلون ببيعها مطيع؟ شهيرة خانو انا لما رحت لعند منه سألته عن سعره، بس ما عطيته رعبون لحتى يحجز لي اياها، والزلمه قال لي انه اجت بيعتها والله يسر لها. شو بدي اقول له؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس لا تحكي الهم، قال هو جايته ماكينه جديده، بقى بهاليومين باذن الله بمرق لعند منه وبجيب واحده جديده. ايه لكان خلي حق الماكينه الثانيه معك، نحن هلا رح نمشي حالنا بهي الماكينه لبين ما تجيب لنا الماكينه الثانيه. وشو مشان القماش لك اخي؟ لا لا، مشان القماش من بكره باذن الله بيكون عند منكم. اجيت لعندك يا خانم اول وحده لقلك شو عمل جميل بيت ابو صافي. سمعانه شو عم يساوي سلفك يا بنتي؟ يو
والله صبري ما قال لي انه اخوه طلقها لفتحيه. ما قال لي؟ ايه ما راح يقول لك مشان ما يفضح تصرفات اخوه الوسخه. يبعت له حمى هو وهالعمله. بعت لك الهنا يا صبري، والله ما راح اسكت له عليها. ما لازم تسكتي له، والمفروض يحكي لك كل شيء عم بيصير بعائلته. قومي ساوي قهوه لان سعيد، قومي. بلاها يا خانم، ما بدي اعذبكم. لك خليكي لسعيد، في كلام بقول لك اياه. وانا تحت امرك يا خانم، هلا بس لتجيب القهوه، ناخذ راحتنا اكثر. يعطيكم العافية شباب، عذبتكم معي والله. الله يعافيك عمي مطيع. ما قلت لي مطيع، شو قصة هالماكينة؟ والله شهيرة خانم بدها تفتح ورشة خياطة رجالي، فيعني قلت لحالي بشتغل معها. ورشة خياطة رجالي؟ يا عمي مو غلط، إن شاء الله ألف مبروك، وهي الشغلة جديدة وما حدا سبقكم عليها، إن شاء الله بالتوفيق يا عمي. ولك تسلم يا أسعد، وإن شاء الله يا رب هيك نفرح فيك على ريق. من تمك لباب السماء آمين. يلا شباب شرف. شرف عمي شرف. وينك يا أمي؟ والله اشتقت أكل من تحت إيديك، اشتقت لك كتير يا مو. محسوبك أبو عزو، ممكن نعرف مين حضرتك يا أفندي؟ أنا فاخر ابن أبو فاخر بيك. يا أهلين وسهلين، يا أهلين وسهلين، يا أهلين وسهلين. يخزي العين صرت شب، لما طلعت من الحارة كنت صغير كتير. صحيح صحيح. أكيد المحروسة أختك. ما عرفتك، أختي أمينة مرتي إخلاص خانم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفوا معي على المضافة. مرة تانية، مرة تانية، بدنا نروح على بيتنا يا أبو عزو. المختار أبو عزة. مختار أبو عزة، خذوا راحتكم، وأي وقت بتحب تزورني يا ميت أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله إن شاء الله. يلا شباب دوم رغم شباب. يلا يا شباب شرف أبو حاتم على يا رزاق يا كريم. حلو كتير فاخر ابن عمي رجع الحارة. ليش فاخر؟ بيكون ابن عمك يا بيك. هو مين رجع؟ هو ومرته واخته. وينه هلا؟ واقف بالحارة مع ابو عزه والرجال، ويمكن ها يمكن راح على بيته. لك روح الله يبشرك بالخير على الخبرية. روح امرك يا بيك. يا مو اسمعي على هالخبرية. خير؟ شو الخبرية؟ قال مظهر ابن عمي فاخر رجع من اسطنبول. ايوه فاخر رجع. رجع لحاله ولا هلا ابن ابو فاخر رجع الحارة؟ ايه رجع، رجع مع مرته ومع بنت عمي امينة. ايوه الحمد لله على سلامتهم. عزمي يا خانم انا بدي امشي، بدك مني شيء؟ لا سلامتك بس لا تطولي، لسه في كلام بدي اقول لك اياها. برجع لك برجع لك بخاطركم. الله معك مع السلامه. يا مو هلا نحن مو لازم نروح نسلم عليهم ونطمن عن اخبارهم؟ لا هلا خليهم لحتى يتركنوا، بعدين بنروح كلياتنا وبنسلم عليهم. والله انبسطت كثير، انا كثير مشتاقه لها لامينه. بعدين بنعرف ليش جايين. بعدين بيت وسخ بده نظافه، بيت يوك. والله يا اخي البيت كثير مدبر ما بينقعد فيه. اعطاك اهم شيء، يعني البيت له زمان مهجور، اكيد ما رح نرجع نلاقيه نظيف. ايه بس ضروري تلاقي لنا وحده تساعدنا بتنظيفه.
هلا رح روح لعند ابن عمك مظهر، اكيد رح يلاقي لنا حل ويساعدنا بكل شيء بناه. يلا. لا تتاخر اخي. لا لا ما تتاخر. بيت يوك. طولي بالك، طولي بالك. الحمد لله على السلامة. ألف الحمد لله على سلامتك يا ابن عمي. الله يسلمك يا مصعب. الله يسلمك. قسما بالله ما مصدقني شفتك إلا بعد الغيبة كلها. صدق مصعب صدق. تفضل تفضل شوي. يلا يلا يلا. قطيع أول ما تقعدي ورا الماكينة رح تتلبكي شوي، بس بعدين رح تتعودي عليها وتصير تحبيها كثير وما عاد تحسي بالتعب منه. ايوه يعني شو بدك تعلميني اول شيء بالخياطه؟ القص والتفصيل. ايوه وبعدين انت بدك تخليني ادرس على الماكينه؟ هلا بكره بس اجت القمايش خليكي تتعلمي على شقفه قماشه قديمه. هيك ما رح تستفيدي شيء، استني لبكره بس يجي القماش تتعلمي عليه. ايوه خليني بس اتعلم اول شيء ضم الخيط. ضمي ليه ما بدك شيء ضم الخيط؟ برافو عليكي. الحمد لله على سلامتكم يا ابني. الله يسلمك يا مرت عمي. كبران شوي فاخر ولو نحن قد ما كبرنا بنضل شباب. وزينة الشباب والله. الله يسلمك يا رب. يا ريت اجى سيلفي ابو فاخر معكم. والله يا مرت عمي ما بعرف شو بدي اقول لك. ابي اعطاكم امره. الله يرحمه رحمة الله. الله يرحمك رحمة يا عمي. الله يرحمك يا سيلفي. تعيشوا وتترحم. طيب انا رح ساوي لكم فنجان قهوه. يا ريت شنو انا ميت على القهوه من ايدك. على عيني وراسي. تسلمي. رح اجي ساعدك. ان شاء الله كنتوا مرتاحين ومبسوطين باسطنبول. والله يا مظهر بكذب عليك اذا قلت لك ما كنا مبسوطين، كنا مبسوطين كثير، بس بتعرف بالنهايه الواحد ما له غير ناسه، اهله، محبينه، قرايبينه، حارته. اي والله معك حق. نورت بيتك واهلك وحارتك ومحبينك. تسلم يا مظهر تسلم. ايه والله اشتقنا يا بيت عمي. البيت بيتك يا ابن عمي بيتك. والله هي رجعت فاخر بيك على الحارة ما لا عم تفوت براسي بنوبة. والله وانا هيك يا امي. وهيك وردة انا برأيي ما نحكي شيء هلا لنعرف ليش رجعها. وانت ليش عم تكبر الموضوع يعني؟ واحد رجع لحاله، شو فيها يعني؟ ايه بس ليش صحي رجعوا؟ اكيد في سبب يا هما. ما في حدا بيحب يعيش برات حارته منيح. ايه بس هن صار لهم زمان برات البلد، يعني تعودوا على عيشة اسطنبول. هلا بيجوز كمان يكونوا جايين زيارة شي اسبوع زمان، وبعدين راجعين. لا اخي لا، حسب ما شفت الجماعة جايين وقاعدين. ايوه. خير ان شاء الله. يلا انا رح امشي بخاطركم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مو. تعرف يا مو ابو فاخر وعيلته احسن من ابو مظهر يلي ربي يغمق له. وبشو احسن يا مو؟ انا بسمع انه ابو فاخر بحياته ما اذى حدا مثل هذا ابو مظهر. وشو عرفك انه ما اذى حدا؟ والله يا مو انا هيك بسمع. لك يا مو المخبى اعظم وكل واحد شيطانه تحت باطه. لو ما نو عامل شيء ليش هرب من الشام؟ صحيح يا مو ليش هرب؟ من عمايله السودا مع الناس. يا لطيفة وسبلية. إن شاء الله دايما على القهوة. إن شاء الله صحة وهنا. صحة وهنا عوافي. نسيت قلك مرت عمي بدنا شي وحدة تنظف لنا البيت. إيه تكرم عينك. هلا اليوم دبروا حالكم كيف ما كان، بكرة ببعت لك وحدة بتنظف لكم كل البيت وبتقلفطوا قلفتك. ماشي مرت عمي. بتكون وحدة على طول ولا وقتي؟ لا لا ما بدي حدا يضل عندي بنوم. انتم مثل ما بتحبوا القصص. يلا بخاطركم. الله معك. الله معك مع السلامة. ان شاء الله تطلع عندك انا. اهلا وسهلا ابن عم. شرف شرف تفضل.
ايه امي. شلون لقيتي لي فاخر بعد الغيبه؟ سبحان الذي خلقه مثل امه بفرد شكل، نفس الانزعه وشوفت الحال. شوفت الحال بيعملها على حاله، مو علينا. نحن كمان منا قلال. ما بتعرف الايام شو مخبيت لنا تقبرني. كله خير امي ان شاء الله، كله خير. يلا بخاطركم يا جماعه انا رايحه. ايه الله معك. الله معك تقبريني. لا تطولي. ها لا ايوه رح اجي زورك كل يوم. الله معك اختي، مع السلامه. بتعرف يا مو شو؟ ولا يلا ما عدنا نستفيد شيء هلا. امي احكي الله يخليك. يعني عم اقول لحالي لو فاخر جاي قبل سنتين ثلاثه كنا جوزنا فهميه. ما فرقت كثير امي. ماذا تريد؟ سيدي من بعد إذنك أنا حابب أحكي معك كلمتين بيني وبينك. تأتي إلي مساء إلى السرايا لكي نتكلم على راحتنا. ماشي سيدي، عن صلاة العشاء بكون عندك إن شاء الله. على رأسي. عطير هديني.